وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من مقر انعقاد مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني في مصر. أحمد، بعد التحية، ماذا عن انطلاق فعاليات النسخة الأولى لمعرض الأمن السيبراني في مصر؟ بالفعل نسخة أولى مهمة للغاية، حدث مهم وفريد تشهده هنا أو يشهده مركز مصر للمعارض الدولية. ما زالت الفعاليات والجلسات مستمرة هنا في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني. هذا اليوم الافتتاحي، هذا اليوم الأول لهذه الفعاليات التي شهدت العديد والكثير من الجلسات المهمة، وكلها يعني فيها استفادة من الخبرات للمشاركين في مجال تعزيز الأمن السيبراني. لو استعرضنا عدد من الجلسات التي أقيمت اليوم منذ افتتاحه صباح اليوم وحتى بعد قليل تنتهي فعاليات هذه الجلسات في تمام الرابعة مساء، لو استعرضنا عدد من هذه الجلسات وهذه المحاور، نستطيع أن نقول أن اليوم شهدت جلسة عن الحرب الإلكترونية السيبرانية، المخاطر القائمة والناشئة وكيفية التعامل معها. وفي هذا الإطار تم الاستعراض أو تم عرض لمجموعة من المخاطر الإلكترونية التي تتعرض لها الكثير من دول العالم وكيفية أيضا التعامل معها، بالإضافة إلى تعاون الأطراف في مجال تعزيز الأمن السيبراني. وهنا نتحدث عن تعاون إقليمي، تعاون بين دول الشرق الأوسط وأيضا في على مستوى القارة الإفريقية أو شمال أفريقيا، وأيضا تعاون دولي بين كافة دول العالم، بالإضافة إلى أن هناك كانت اليوم جلسة مهمة جدا عن تجربة دولة الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، وتم عرض أو استعراض الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في هذا الإطار لتعزيز أمنها السيبراني وكيف يمكن الاستفادة من هذه الخبرات على مستوى جميع دول العالم. غدا أيضا سوف تعرض مزيد من الدول العربية لجهودها في مجال الأمن السيبراني، وشهدنا اليوم أيضا الكلمة الافتتاحية للدكتور أحمد حافظ رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر، الذي عرض هو أيضا للجهود التي بذلتها الدولة المصرية في تعزيز قدرة مصر تماشيا مع خطة مصر 2030 في تعزيز قدرة مصر للأمن السيبراني، وكيف استطاعت الدولة المصرية مواجهة العديد من هذه المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى أن أيضا هناك بعد قليل سوف تكون جلسة ختامية عن إدارة الأزمات وهي مواجهة المخاطر السيبرانية، وبالتالي نتحدث عن فعاليات مهمة للغاية تستمر على مدار ثلاثة أيام. بدأت اليوم لمناقشة والاستفادة من الخبرات المختلفة. هناك أيضا إلى جانب هذا المؤتمر معرض كبير هنا في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، تشارك فيه العديد من الشركات العالمية والدولية، تعرض لنماذج من خبراتها وجهودها في هذا المجال، وهذا كله يصب في مصلحة الاستفادة والخبرات المشتركة للاستفادة والخروج من فعاليات هذا المؤتمر المستمر على مدى ثلاثة أيام، بالخروج من التوصيات والخروج أيضا بمزايا تنافسية للاستفادة وتعزيز قدرات الأمن السيبراني سواء في مصر أو دول عربية أو على مستوى دول الإقليم ودول العالم أجمع. ما زلنا نتابعه معكم وعلى مدار ثلاثة أيام لحظة بلحظة. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا لك أحمد الحسيني من مقر معرض ومؤتمر الأمن السيبراني.